كان على الهاتف معايا السيد تركي عدنان عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة السعودي. سيد تركي، مساء الخير على حضرتك واهلا بيك عبر شاشة قناة الاهلي. اهلا وسهلا بيكم وشكرا على الاستضافة. اولا سعداء بوجودك معانا عبر الهاتف، وطبعا على هامش هذه الاتفاقية والبروتوكول وتبادل الخبرات بين النادي الاهلي ونادي الوحدة. هناك كانت ايضا مباراة ودية بين النادي الاهلي ونادي الوحدة في الكرة الطائرة. انا اعتذر، الصوت مش واضح، ما في صوت. الو، سامعني كده كويس؟ طيب الصوت مش واضح، اعتذر. سيد تركي كده سامعني؟ طيب اي تفضل. طبعا كان في بروتوكول تعاون وعلاقات متميزه خلال الفتره الاخيره، ومن خلال هذا البروتوكول كان طبعا النادي الاهلي موجود في نادي الوحده ومباراه في الكره الطائره ما بين الناديين، وكانت هناك جولات، وحتى نادي الوحده السعودي كان رفع علم مصر وعلم النادي الاهلي على مقر النادي، وشيء طيب جدا. والعلاقات المتميزه بين النادي الاهلي ونادي الوحده والعلاقات المصريه السعوديه. صحيح، احنا الحقيقه نشكر لكم ونشكر للنادي الاهلي اختياره لنادي الوحده. احنا فخورين جدا بالمعسكر نادي الاهلي الخارجي اللي الان الهدف منه الاستعداد للبطوله العربيه للانديه، ونتمنى لهم في التوفيق ان شاء الله مع بقيه الانديه الاخرى. تم اختياره انه يقام في نادي الوحده. فده شيء احنا فخورين فيه، والحقيقه هو ده مكسب للفريقين ان شاء الله. تمام. طيب التعاون المثمر خلال الفتره اللي جايه ووجود النادي الاهلي حاليا في معسكر حتى تدريبي في نادي الوحده، اوجه العلاقات الفترتين. صحيح، احنا المرحله الاولى الحمد لله الان بدات من خلال عمل هذا المعسكر والاحتكاك بين اللاعبين، وان شاء الله هيكون في المستقبل اتفاقيات زي ما سمعتوا ان شاء الله. ومجلس اداره نادي الاهلي متمثله في الكابتن محمود الخطيب نديله نصيب حيه، اللي ارسل لنا وكر لنا بانه ان شاء الله حيكون في طرف من مجلس اداره النادي الاهلي لمناقشه الاتفاقيات اللي المفروض تقام مع نادي الوحده ان شاء الله. اكيد. طيب الشيء اللافت للنظر، يعني اكيد الجماهير كانت سعيده بهذه اللفته الطيبه، رفع طبعا علم النادي الاهلي وعلم مصر على مقر نادي الوحده خلال اليومين اللي فاتوا، في ظل وجود طبعا معسكر للنادي الاهلي في مقر نادي الوحده. معلش ما سمعت الجزء الاخير. يعني رفع علم النادي الاهلي وعلم مصر بالتاكيد على مقر نادي الوحده مع علم المملكه ومع علم نادي الوحده وشعار نادي الوحده. لقت هذه اللفته طيبه طبعا رد فعل ايجابي من قبل الجماهير ايضا خلال الفتره الاخيره. والله احنا حقيقه فخورين ووجود علم النادي الاهلي وعلم الكره العربيه على مدخل نادي الوحده السعودي وشيء فخر لنا. واحنا في النهايه يعني الرياضه شيء جميل انه احنا نكون التقارب بين الشعوب. احنا حقيقه يعني هذا اقل شيء نقدر نقدمه لنادي الاهلي. ننتظر زياره اخرى لنادي الوحده ايضا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. سيد تركي عدنان عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة السعودي، بشكرك شكرا جزيلا، ودايما العلاقات الطيبة والأخوة والصداقة ما بين النادي الأهلي ونادي الوحدة وكل الأندية السعودية بالتأكيد شيء طيب جدا ما بين الناديين، والعلاقات الطيبة أيضا كمان بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.